السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير طلاب الصف السادس الابتدائي. ان شاء الله بإذن الله النهاردة يا ولاد هنحل مع بعض تمارين الدرس الأول على الوحدة الأولى يونت 1. سبق ونزلنا شرح الدرس بالتفصيل، أتمنى تكون ذاكرته. بعد ما تذاكر بقى الدرس حل الأسئلة وتعالى قارن الإجابات بتاعتك بالإجابات الصحيحة وشوف بقى الدنيا عندك فيها ايه، حليت كام سؤال صح، ايه الغلطات بتاعتك، اتعلم من أخطائك، مش عيب، احنا لسه في بداية السنة. فإن شاء الله بإذن الله الفيديو هيبقى مفيد جدا جدا ليك. يلا يا بطل هات كتاب المعاصر صفحة 18 بيج 18 ويلا بينا نحل أول سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نمبر 1 بيقول لك فارمرز الفلاحين نقط a lot of crops كثير من المحاصيل every year كل سنة. لازم أختار فعل مناسب، يذهب يقابل يحصد، يعني لا انا هختار يحصد، الفلاحين بيحصدوا كثير من المحاصيل كل عام. نمبر 2 we grow نحن نزرع nice flowers زهور رائعة on the A of our apartment block فيها on the A on the roof على السطح بتاع العمارة بتاعتنا. مش هينفع اقول على النهر ولا على البحر ولا على السماء. الصفحة اللي بعدها يا شباب بيج 19 السؤال الثالث بيقول لي she helps in a local school as a نقط 3 days a week. اكيد طبعا volunteer، يعني هي بتساعد في المجتمع بتاع المدرسة كمتطوعة. volunteer تساعد قد ايها 3 days a week، 3 مرات في الاسبوع. نمبر 4 بيقول لي نقط is good for the soil، حاجة جيدة للتربة، أكيد الـ natural fertilizer اللي هي الأسمدة الطبيعية. وآخر سؤال معانا the community garden مجتمع الحديقة is a great place مكان رائع to a new friends. أكيد طبعا make ده تعبير كده على بعضه نحفظه، make new friends تكوين صداقات جديدة. كده يا شباب عندي صفحة 20 page 20 مديني كده شوية كلمات مطلوب منك تحطهم في المكان الصح بتاعهم. نور asks مريم، نور بتسأل مريم to go to her house إن هي تيجي لبيتها tomorrow غدا. but مريم، لكن مريم goes to help her aunt هتروح عشان تساعد عمتها on Fridays أيام الجمعة. they work هم بيشتغلوا in a community garden في حديقة المجتمع on the A على A لسه حالين زيها on the roof على السطح بتاع مين of an apartment block على العمارة السكنية أو سطح العمارة السكنية. they grow vegetables بيزرعوا خضروات and fruit وفاكهة for people للناس in the local area في المنطقة المحلية. and sometimes وفي بعض الأحيان they not them هنا عايزين فعل يا أولاد لأن الفاعل بيجي وراه الفعل، أكيد طبعا هختار فعل sell يبيع وهم بيبيعوهم. مريم thinks مريم بتعتقد the community garden إن حديقة المجتمع is a good idea فكرة جيدة because علشان the نقط also help to clean بتساعد في تنظيف the air الهواء in the city في المدينة. يبقى إيه plants النباتات، النباتات بتساعد في تنظيف الهواء. and it is a good place وهو مكان جيد to make new إيه لسه حلناها الصفحة اللي فاتت make new friends تكوين صداقات جديدة. صفحة 21 أول سؤال، سؤال الليسن ده أنا مش بحله بصراحة لأن هو سؤال سهل جدا، تخلي ماما أو أي حد عندك في البيت يقرأ لك نص الاستماع وبتبدأ اللي انت تحل الأربع أسئلة دول طبقا للي انت بتسمعه، فمش هنضيع في وقت عشان الفيديو ما يطولش معانا وهنبدأ على طول من السؤال التاني. read and complete بيقول لي أحمد and أيمن are friends أحمد وأيمن أصحاب. on the A they visit أحمد's grandfather يعني هم بيزوروا جد أحمد، يبقى on the A ها واضحة جدا on the weekends أوكي في عطلة نهاية الأسبوع هم بيزوروا جد أحمد. they help to clean يعني هم بيساعدوا في تنظيف the A يا ترى إيه اللي ممكن أنظفه ها the street الشارع and water وإن هم يسقوا the trees الأشجار in the neighborhood في الحي أو المجاورة. there are يوجد many العديد من نقط
work with them بيشتغلوا معاهم، يبقى أكيد volunteers المتطوعين، في متطوعين كتير بيشتغلوا معاهم. They are very helpful، هم متعاونين جدا. They sometimes، هم أحيانا نقط more new trees، أشجار جديدة كتير، يبقى أكيد grow بيزرعوا، لأن الفعل يا أولاد بيجي وراه الفعل، يبقى أنا هنا أكيد هختار إيه؟ فعل، اللي هو فعل grow. السؤال الثالث هو سؤال choose the correct answer number one. My plants، نباتاتي، are all organic، كلها عضوية. I never use a، الحاجة طالما عضوية organic يبقى أنا عمري ما هستخدم chemicals، أنا أبدا مش هستخدم مواد كيميائية. After the vegetables grow، بعد الخضروات ما بتنمو، farmers ate them، هيحصدوهم يا teacher، يحصد يعني harvest، مهمة harvest them. She needs tomatoes, onions and a to make salad، عايزة تعمل سلطة، هتحتاج لطماطم وبصل وايه، ها lettuce، خس، مش هينفع اقول بلح ولا حلويات ولا خبز. They use natural A to grow organic food، عشان اعمل organic food طعام عضوي يبقى انا محتاجة ايه، هستخدم ايه، natural fertilizer، الاسمدة الطبيعية. سؤال الترتيب، the community garden، حديقة المجتمع، ده الفاعل يا ولاد، دور على الفعل، is، تكون ايه يا ترى، a big green space، مساحة خضراء كبيرة، do، الفعل المساعد بيجي وراه الفاعل، فين الفاعل، you، انت، هل انت، وبعد كده الفعل، live، تعيش، do you live، هل انت تعيش، in، في، an apartment block، عمارة سكنية. الترتيب يا ولاد خلي بالك منه، فعل مساعد، فاعل، وبعد كده الفعل. السؤال الخامس وهو سؤال التكست اللي بيبقى عليها أسئلة، لازم نقرأ التكست كويس جدا جدا. I am يارا، أنا يارا. I am 12 years old، أنا عندي 12 سنة. On holidays، في الأجازات. I help my family، أنا بساعد عيلتي. At our community garden، في الحديقة بتاعة المجتمع بتاعتنا. On the roof، على السطح. Of our apartment block، على العمارة بتاعتنا أو سطح العمارة بتاعتنا يعني. We have، إحنا عندنا، a big green space، مساحة خضراء كبيرة. People in the neighborhood، الناس اللي موجودين في الحي. Volunteer، يتطوعوا. Volunteer مش جاية بمعنى متطوع، جاية بمعنى يتطوع، بيتطوعوا. To help، علشان يساعدوا. And grow vegetables، ويزرعوا خضروات. With us، معانا. To eat، علشان ناكلها. We usually، احنا عادة. Grow tomatoes، بنزرع طماطم. Peppers، فلفل. Onions، بصل. And lettuce، وخس. Sometimes we also plant fruit trees، احيانا احنا ايضا بنزرع اشجار الفاكهة. Like، مثل، lemons and dates، الليمون والبلح. It's amazing to grow، من المدهش ان انت تزرع your own food، طعامك الخاص. السؤال الاول، the underlined word grow has the same meaning as، يعني الكلمة اللي تحتها خط دي يا ولاد، grow، يزرع، عندها نفس معنى كلمة ايه، ها plant، الاثنين يا شباب نفس المعنى. Number two، the main idea of the text، الفكرة الرئيسية هي طبعا الcommunity garden، حديقة المجتمع. Lemons and A are the fruit trees they plant، ايه اللي بيعتبر من اشجار الفاكهة، الليمون والبلح، dates. How do people help at the community garden؟ ازاي الناس بتساعد في حديقة المجتمع؟ لازم السؤال يا شباب يترجم صح، how معناها كيف؟ الإجابة عندك في الفقرة معلمة لكم عليها، اللي هي people in the neighborhood volunteer to help and grow vegetables with us to eat. آخر سؤال، when does يارا help her family؟ when يا ولاد معناها متى، امتى يارا بتساعد عيلتها؟ on holidays، في الأجازات. آخر سؤال معايا، سؤال البانكت ويت، طبعا الـ W هتبقى capital لأن أول حرف في الجملة لازم يبقى capital letter، وفي الآخر هنحط علامة استفهام لأن ده سؤال. بالنسبة للparagraph هحاول أجمع لكم الparagraphs بتاعة unit 1 كلها في فيديو خاص بيها، وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى ما تكونش نسيت تدوس على لايك علشان تحاول كده تشجعني أن أنا أكمل معاك إن شاء الله بإذن الله الأيام الجاية، وأشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام عليكم.